اجتني فكرة شباب ايش عم تساوي؟ اسمع انت ايش عم تساوي؟ مش عارف تلعب؟ بلاي ستيشن باللعب ماسكة بالطبيعة شغلها هلا شغلها هلا اسمع اسمعوا اسمعوا عندي فكرة اسمعوا عيفوا من ايدكم عيفوا من ايدكم عيفوا من ايدكم بس لحظة هلا خلنا عيفوا وقت اللعب هلا طفينا بطل يا زلمة هلا بعرف عم تعمل معك عم تلعب عم تضحك عليك كان عبد العظيم كان عم يضحك عليك سكوت المهم عندي فكرة كثير حلوة شباب بدنا نعمل مقلب تصور؟ ايه ايه بدنا نعمل مقلب باحمد وينه؟ احمد جوا بالغرفة عم بلعب كمبيوتر عم بلعب ببجي هلا راح فاهم الشباب شو هو المقلب اسمعوا لا لا عم بلعب حاطط سماعات احمد جوا حاطط سماعات وعم بلعب ببجي انت بتعرف صوت ببجي سماعة المهم كالتالي شباب عبد هلا انت تلبس القلبية بجيب لك اياها من عندي لنخوف احمد نعمل فيه رعب فهمت شلون؟ هلا ما راح اقدر اشرح لك اياها بس هلا اروح اجيب لك اللبس البسهم وبقول لك ايش تعمل وانتم خليكم جنبنا لا حدا يحسس احمد انه مقلب يعني إيه؟ انه خليكم حوالينا كذا انه واو واو عمل كذا راح اعمل لا لا شوف انا شو راح اعمل راح اعمل حالي انه عامل حركه حركه غريبه يعني راح اوصل اجري على راسي يعني اجري راح ارفعهم اوصلهم على راسي خدعه هي خدعه راح نسويها هلا باحمد رح نشوف ردة فعل أحمد لما نعمل فيها الخدعة لحظة بس خليه يلبس هذا ونرجع لكم يلا قوموا البس ثواني أجيب لكم اللبس ثواني سيك سيك هلا لا تقرد قرد قرد سيك هيا أول شيء البسها بسرعة شيل سيجارة من إيدك على السريع والله متحمس لا لا ما بقسم مو كتير مرعب والله بتعمل معنا في نص الليل ساعة شقد ما بيصير شو بدنا نحن شو اسمه مو انتوا كلكم جنبه لا 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 ساعة 12 لك ما هو كلها انا جنبك خلص كوت يلا طلع ولاك جحش انت بدك تخرب الفيديو بدك تخرب لا خلاص اسكت الله يعينك على الكاميرا بدي اخرب الفيديو ما هي البطس ثاني معلش مسها مسها يلا مسك البوس هي هي اللي بسها فوق اسمع هلا راح ثبت اسمع شو بدك انت بدك مني شحده اسمع هلا راح ثبت الكاميرا انا اوكي راح ثبتها هون ونعمل المقلب خليكم عم تتابعوا معنا ما راح اوقفه اوكي ما بدي نثبته هذا هذا الكاسه اوكي تمام اوكي تمام هلا انا رح اتشطح على بطني وانت تتشطح فوقي على ظهرك تشطح فوقي انت بتغطي فوقنا مو بيبين انا بلكم شو تشطح فوقي شوي تشطح فوقك حمودي اسمع شوي هيك هيك تشطح ظهرك طلع رجليك تعال كلها هون تشطح روحك ايوه 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 لا لا بالعكس لا هيك هيك نظام رجليك معي هون شوي ايوه هيك الله يحسنك حبيبتي غطي فوق ليتس جو شوي خاصة المتابعين فهموك لا غطي فوق انا قديش بدك عمودي والله ما بعرفك سكوت شوي هيك خليني ما يبين انه في اجري وراي خليني يبين انه اجري يلا خبيه انت بسوق الكاميرا صورنا من فوق يا عمود كل شيء بسوق الكاميرا خليه بايدك صورنا من فوق وجهي مو تصور حالك قلب الكاميرا قلبه ديره من فوق طيب بدي اضبط شعري على الكاميرا طلع علينا شلون نظاميا مبين شيء لا لا مو مبين مو مبين لا ما في حدا والله طلعت انا مصور محترف انا مبين اجري؟ ايه مبينات اجري لسه هيك من هيك هيك ولا هيك شوف هيك لا هيك اذا رفعت لفوق مبين متضايق انه هيك من الحركه عرفت؟ يعني هي مو اجري مبينه ايه لا هيك مبينه اجرك لا لفوق مبينه اجرك ايوه ايوه هيك ايه هيك افضل ايه هيك افضل تمام يعني هيك مبين كان اجري ايه كانه اجرك وهيك حسابي حالك متضايق قلب وجهي من الدم
فرجيني اشوف. ايه ايه خيو مبين، بقول لك مبين متضايق. مبين الاجري؟ ايه بدك تعمل حركات هاب. بس هيك حمود ضبهم هيك لعندك. شوف شوف ابو عبد، يوم بدي اقول طلب احسن ارفع اجر وحده كمان بترفع تعمل هيك. تمام أيوة. بس انا حكيت ترفع. بس هلا شوف حمود خذهم هيك لعندك، مشون انه هيك كيمشون متضايق منهم. ايه ايه امسك اجري هيك. ايوه هيك. وقت اللي بقول اسمع، وقت اللي بقول مطلع شو بدي ارفع اجري، انت لحالك ترفع هيك، اوكي؟ تعملها هيك ساوي، ارفع لشوف. ايوه نزل. بس لا يحسس يلا. اوكي هيك تمام نظامي؟ تمام تمام. نطفي الضوء، نطفي الضوء نسوي ازرق. لا 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 ما بدي احكي، ما في مشكلة عادي انه تعال تعال شوف احمد حمودي عامل حركة. حمودي؟ اه. وقت الدافع حارس بدل الدراج. انت شوف هلا احمد اليوم اللي رح يجي خلي سايب بروفا بحسن بقومه. ايه بتحسن، ما بتحسن هيك بشيلك هيك. لك ايه بس رفعت بدل الدراج في افضل عنه. ايه تمام، بس اجريك هيك. ايوه اوكي ترفع خوفه هيك، انا ارفع حالك بروك وهيك خوفه. ماشي اذا طفينا الضوء بين سواد هيك وشو بين رابطه. نحن عم نصح له يشوف منه يشوف يشغل الضوء. تفضل خبي بس انت عم تصور الحركة تمام؟ ما هذا التصور طبيعي، خليك عم تصور. موقف معنا مع احمد، رجع لورا وهيك شيء يبين الغرفة كلها. وصل له انت وصل. جاهزين انتم؟ ايه ايه موقف. جاهزين يا جماعة؟ ايه يلا. واحد اثنين ثلاثة يلا. حتى لو اجى عشانك عم تصور، إذا لقيتش عم تصور، قول له عم تصور الحمودة عمل حركة. آي يلا. يا شباب حطونا لايك للفيديو وصلنا 30,000 لايك، من بعد إذنكم، تعبت ظهري صار يوجعني. بدنا نوصل 30,000 لايك من بعد إذنكم ها. وادعوا لنا تزبط لنا شيء. اصبعتك على الكاميرا شايله. شوف حمودي. اه اخواتي اتفرجوا على الحركه، يا لطيف ما احلاها. شوف احمد شو لك عملتها؟ ضل بس تسوي مثلي حركه. وجع جسمك يا جحش. لا دربت منها المدرب، دربني على الحركه انه هي مشان عضله الظهر. شو عملتها؟ لك هي حركه غريبه، طلع حتى بدي ارفع شوي. طلع طلع اسلم. ليش هيك عامل؟ ليش هالحركه؟ لك هي المدرب علمني اياها. طلع حتى بشيل اجرتين مع بعض. شوف 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 شلون هيك. بلا شلون هي رجع يعني؟ ايه لك هي بالنادي بعلمونا بالجمباز. طيب بيأذيك؟ لا لا ما بيأذيك. خليني اشيل اشيل هي. لك لا لا ما في داعي. ليه؟ ما في داعي. شوف كذاب، خليني اشوفك. لك مش داعي تشوف كذاب. لا لا شوف طلع طلع كذاب كذاب. شو عادي يا شو شيء ذا؟ طلع على جري. ينجحش ينجحش ينجحش. ليش عم تسوي شيء المغلب هاد؟ يا شباب يا شباب يا هو المقلب الحقيقي انا واحمد متفقين على هذا. قلت له اعمل بس انا قلت للجحش احمد، قلت له ارفع هاي واعطيك كف كل قوتك. انا جاي ما طلع الصوت. اقوى كف هو حيل غي، هي ما بتصير ما طلع صوت. قلت لك الغي انا ما بطلع صوت. لطط لطط ليمون بلاستيك متر ايش دق. والله العظيم خليك عليك. صورت كف بيلك صورت. لا لا ما صار بس عن جد يا شباب ما له بجنن. لا لا حمودي انا فرحان بس ايه ايه هو شاطر اللي زي ما له بعمل او ما له طلع فيه. طولت يا رب. طولني ما نطلع. والله العظيم ما بجحش حركة. طلع وشي لما تاكل هو تعمل هيك شيء. هاشي ما قال بزعلي. زعل قوم نقلع قوم نقلع. اذا ما بتزعل اذا ما بتزعل بدي اضربك. لا بتجحش ما ضربني انا قاعد بقوم نجح حواحي. الحول الحول. انا ما كنت اضربه كذا، انا قلت لك خلي يطلع الصوت يوصل لامريكا مو هيك. على فكره ترى زوز قلت لك شيله مو قلت لك شيله قلت لك بالغرفه. انا عملت له بالغرفه ايش يعمل؟ يشيل القناع ويخرطه كف. ليه ما شلته؟ نرجع لك.
والله العظيم رجحش مخي يزوز راسي والله اكل كف كلمه انت جحشيله مو انا بالغرفه ايش اشرت لك قلت لك تمسكها هيك طياره طاح طلع المدال عادي سلاك يا زلمه خربت والله خرب الفيديو ولو احمد لو كيف سكف ارجل كان طلع اطيب اكثر من هيك قرقرني هو طلع قرقرني طلع قرقرني لا ما تمزحوا معي انتظرونا يا شباب مقلب جديد وفيديو جديد هلا كرمال هالكف يا شباب مين هو ناخد رايه يا شباب بدي نوصل هالفيديو ل 30 ألف لايك من فضلكم يا شباب خلينا نوصل 30 ألف لايك إذا عجبكم إن شاء الله رح نعمل حلقة تانية بالكومنتات بدي تحرقوا الكومنتات اللهم صلي على النبي ومثل ما قلت لكم كل واحد يشوف الفيديو يضغط لايك 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 خلينا نوصل ل 30 ألف لايك من فضلكم أبكي أبكي وهلا يا شباب بنقلكم مع بعض سامحوا سامحوا أبكي لو سامحوا عشان ما أرسل جحش خلص الشماح والمقلب كله لا حرام حرام مسكين يلا يا شباب حرام حمودة نستودعكم استنى شوي خد رأي للزلمة شو بقى يا زلمة؟ لا خلاص خلينا انشر ايش بدنا انشر؟ اللي يلا يلا هصيف ايفا ايفا ناصلة ولادنا احنا يلا نروح لا 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 لا